للاسف الشديد بعض الناس انهم يطلقون دفاتيرهم الدواء ما يتعلق بالدغال والحامير. وثانيا بالنسبه للخروف الاكباش الحوليين كتلقوهم كياكلوا في هذاك الربيع، هذا يسيء الى جماليه المدينه وايضا اتلاف المرافق من ناحيه المرافق الخضراء الى طاق المجلس برفع هذه الغرامات من بالنسبه للدواء بالحامل بغال خيول 200 درهم لليوم الواحد، بالنسبه للمشيه 200 درهم لليوم الواحد. اذا هذا فقط هو قرار تنظيمي بعدما تم التصويت عليه في الدوره السابقه. واحد نقطه اخرى ما يتعلق بالمركبات، المركبات يعني الطوموبيلات السيارات، هناك ايضا بعض الاشخاص يتم استعانة بالغسل السيارات في الشوارع العمومية، أولا على مستوى تأثير بالنسبة للطرقات، إتلاف الطرقات من ناحية الماء، ثانيا تشويه المنظر العام ديال مركز المدينة، وثالثا أيضا من ناحية ديال التبديل والتبذير المورد المائي اللي اليوم حنايا خصنا نقولوا في إطار الترشيد وتحسين استعمال الماء بالنسبة للمواطنين والمواطنات. إذا هذا الحاويات هي ضمن شروط، ما كنكمل لك مش نشرح، ضمن شروط دفتر التحملات المتعلقة بتدبير هذا القطاع ديال النظافة. فين كاين برايس؟ راه كاين واحد الشاحنة خاصة كيهزو الحاويات كيرفعوهم داخل الشاحنة كيغسلوهم، فين في بلايص اللي كيكونوش يملوها، يعني كيكونوش فيهم الصرف الصحي، بلوعات الصرف ديال الصرف الصحي، ما كيكونوش كيطلعوا هذوك الحاويات إلى داخل الشاحنة كيغسلوهم بالمواد ديال التنظيف وكيرجعوهم في المكان ديالهم زائد شوفي هذاك الجير كيفرشوا الارض بالجير، الا انه كاين بلايص اللي ما فيهمش لي بوكا، اما البلايص اللي فيهم لي بوكا بالملاحظه جميع الساده النواب والساده الاعضاء بمراقبه ديال تتبع ديال شركه ديال كازا تكنيك بالمناسبه باش ما نخسوش العمل ديال الشركه وخصوصا العمال اللي كيقوموا بالدور مهم جدا باش تعرف الايام العاليه الحجم ديال الطوناج ديال النفايات المنزليه التي يتم جمعها من طرف الشركه في الايام العاديه ما كتفاصيش، يعني كتجاوز 110 حتى 115 طن اليوم. اليوم جماعه خصوصا في الصيف كنوصلوا 250 طن، اللحظه اللي كنهضر معاك كنوصلوا 240 245 طن، يعني الدوبل في الايام العاديه، يعني مجهود جبار اللي كيقوموا به هذا العمال. اكيد غيكون بعض النقائص ولكن خصك تعرف بانه من خلال التحملات اللي هو عادي بوفيتر في الايام العاديه كنوصلوا 110 115، اما في فصل الصيف كنوصلوا 240 250 طن، كيقولوا 250 طن بنفس العدد ديال العمال وديال النظافه. اذا كيقوموا كيزيدوا بالمناسبه كنشكرهم هاد العمال اللي كيزيدوا في السوايع باش يخليو المدينه نظيفه ونقيه وضيف على وجه الحجم ديال بالمناسبه ديال الجاليه ديالنا القطينة بالخارج اللي كيجمعنا والسياح ديال الداخل كيجمعنا، واكيد الحجم ديال النفايات اللي كنقولوا 240 دوبل ديال السكينه هذا خصو واحد التتبع خصو واحد الامكانيات لوجيستيكيه. بالمناسبه كنشكروا ماشي غير العمال فقط ولكن كنشكروا السلطات على راسهم السيد العامل والسيد يعني القوية اللي كيقوموا بالدور ديال التتبع في هذه العملية ديال جمع النفايات اللي هو مهم جدا، كان عندنا واحد الإرهاص كبير جدا بالنسبة لجماعة ديال النظر المساكين بالنسبة للمواطنين وأيضا بعض المقاهي والمطاعم اللي ما مازال حنا كنمشي معاهم بهذا القرار التنظيمي راه اللي شفت من خلال أو هنا النفاية مخلفات شحنة السماد ولا مزيان الأوراق الميكانيكية هنا كنتبعوا أنه كنطلبوا بالساكنه انه نظافه المدينه على هنا غير مرتبطه فقط بالشركه او بالمسؤوليه على مستوى الجامعه حتى على مستوى السلوكيه ديال المواطنين راه مهمه جدا. وضع النفايات في اكياس مغلقه كتنقص وكتخفف اولا من عبء ديال العمال وثانيا على مستوى طرح السوائل في الشوارع. نتفاهم ذلك تتبع راتين من طرف قلت لك جميع المتدخلين لا الجماعه ولا السلطات ولا الشركه وايضا على مستوى الجروب مؤسسه التعاون يعني لكم حلول المراقبين اللي عندهم امكانيات لوجيستيك على مستوى الدراجه الناريه ولا السياره اللي كيدوروا كيحوموا على جميع الاحياء ديال المدينه وخصوصا مركز المدينه كنحاول الامكان وربما ما كنقولوش انا وصلنا المثاليه ولكن كان تحسن كثير تحسن على المستوى واستحسان المواطنين بالنسبه للنظافه ربما تشكل الراي السي حكيم ولا لا في هذه النقطه. شكرا. المدينه الناظور من العربات المجروره اكثر من ذلك كان الدواب
كان الظهور امام المؤسسات العموميه وامام المساجد. اليوم الحمد لله كاين تحسن. باش بهذا يعني المجهودات اللي كنقوموا به، اولا رجال السلطه وايضا ما يتعلق باخوان الموارد البشريه الشرطه الاداريه مشكورين اللي كيقوموا بواحد المجهود جبار الى درجه كيبقاو حتى جوج الليل. اذا يجب ان نفهم ندافع انه كاين نقائص، كاين مجموعه من المسائل سوف نستدركها بطبيعه الحال، وهذا الشيء كلشي حتى الامكانيات الذاتيه الماديه والماليه بالنسبه للجامعه. ولكن بغيت نقول لك راه ما كايناش انتقائيه، هذه النقطه الاساسيه في هذه النقطه. ما يتعلق ندوز ياك ندوز الى التسويق على هذه النقطه. سيدي الرئيس تفضل. الاحتفال بالملك العمومي صراحه هذه الخليفه وليده مش لاحظت وشحال ما نطلبوش السيد الرئيس يعني النقطه هي وكي صراحه تعاقب المسار يعني جند ودريس الحميك العمومي وكذلك لم يدوز في صحاب الخارج يعني هو ديجا الاكتظاظ ديجا الازدحام ديال وسط النار. والنقطه هي هو اللي حتى الحميك العمومي يتمنى انه خصوصا انه شي مقبلين مناقشه الميزانيه اللي كوان يعني اللي دوري اللي كوان يتمنى انه نضاعف الميزانيه للشرطه الاداريه سميزي ولا بد يعني من النقطة اللي الحميك العمومي بعد غزلت زي السيد الرئيس في وسط النهضة يعني السوق المركب ديني مطاعم تسد تلك الحملة الشرطة الإدارية تجمعات طاحن عاود تسود عاود تسود تلك الناس غرامة عاود تسود ونشتي نتوقع يجي الإحراج مش واقعية شخصية يعني مغاربة العالم وسيم قال من الفضيحة العام في وسط النهضة في وسط النهضة على السوق المركب الدائرة يا بعض الدائرة خمسة احتلال من العموم من طريقة جد بشعة يعني عذو الموكي من جميع سيرة عذو الغوبري تسون الكراسة الطوار غيوبري يعني هيك خوفة أفراد ومزرب أن يستيب الله بسعبة تحييخ وكي توي مش حالي ما ندرس هلخ يتخدمني شخصيا لتحليل الغرامات يعني توجد فاقسم لتحليل الغرامات مفرد ولكن ولو تحتاج من جميع مني مش تولي تعطي الغرامة من القيمة الغرامة بالمقارنة ديك الهامش الأرباح الهامش الأرباح اللي يضل قرار في قاس وخلي يوي الطابرة هذه كذا يوي الكواسي اللي تساعد مني أنا حد صغر بروسي من العالي مني من غياب حد يساعد مني فهذه هي أضعاف وأضعاف مضاعف وكذلك خفرة دونك مش تولي أنه سيدي زي الغرامة زي مكا يمكن غير كافية تخني يستوي خير وش أن ندي بوكي وذنه وتحتاج الشاب وتحتاج المواطنين وذي النقطة وتأمين الشباب كان أدمج يعني ديني مهنيين ديني مطاعم صراحة تما تحترم سواء التوجيهات العناصر الشرطة الإدارية من أعضاء المجلس من أمر الله يسميه هذه الحملة ولكن ديني البعض الإخوان زعما صراحة هو تستحي ونشتي ذي مواقف جد محرجة ما قالهاش واه تاك يوخي كني منتخب تاك يمشي الحاج الحميك العمومي عقد كراسة الطوارئ اليهودي تاك يمشي الحاج ونش صراحة يعني واخا يعني نزيد شوية ولكن هو ديك النتيجة يمكن نكون عارف انا غلطت في الفرق كيف استفدت مع ودي ديك الدوري واش خزات زعما ما يعني ما مانيش هذا الشيء عاجزي مي ويت ديش النقص ديال الموارد البشرية ديال الميزانية بغا نعالج مثلا للدوري ديك وام مثلا ما لنا هذه الميزانية للشرطة الإدارية بغا انه انا اللي شو يدير العناصر كثار وتدير غاسن الإمكانيات كثار نير دينيش من الأسباب النظرية ولكن شنو تاع شغل سؤالني يعني اللي قاع حق اكاديمي اللي تلقى لي يعني لا ولكن يعني خمينيت ولا سعيد مجرد نلاحظ اللي ديني المظاهر اللي تلقاني خمينيت ولا ديجي الشارع مثلا حق ذلك مثلا المشرف مثال دائرة يا عام اتى في ميجي الشارع في وسط السيرة كاين الكازا اتى حضغا شارع اون باراري ممنوع هي مثلا ديك الكوازي هذيك الكوازي خصك تكون اما الشرطة الإدارية ديال السلطة ماني مش هو السؤال ماني زعما دينا في المظاهر الانتقاليه اللي ممكن دينا يمكن في اسباب الدوافع فهمت خصنا نسمي العلاج باش نعالج اللي عندي كوان شي كوان ناس في الولايه ان شاء الله نتمنى انه ناس في الولايه دي كوان هذه يعني في النظر على الاقل محرره بهذه السونتر هذا السونتر من ناحيه الكراسي المجلس القام ديال لي ريستورون عطيه ديجا منظر يعني مليح منطوب قد هو تنادى انه العدوني ولا قد يكون خصك تدعو لها الطوموبيل وغير الطوموبيل يجوا دوك اللي نهار بيت يعني خمشي تيك الكواسي بركي الكراسي الطواب القام ديال الشعب وتمنى انه الملتمسه يعني من تبع الاعتبار للدوله ديال الميزانيه باش نعاون الاخوان ديال الشرطه الاداريه باش انه تقوم من زعما
الدور على اكمل وجه. وشكرا.